مستر اولمبيا القادم او بطوله مستر اولمبيا القادمه ان شاء الله هيشارك فيها حتى الان 5 لاعبين من مصر، وهو انجاز الحقيقه تاريخي، انجاز ما حصلش قبل كده ان يشارك هذا العدد الكبير في مستر اولمبيا. مستر اولمبيا ده صفوه الصفوه، بطولات كثيره بتتعمل اثناء الموسم، كمال اجسام بروف كل مكان في العالم بيتاهل منه البطل مباشره الى مستر اولمبيا، يعني مستر اولمبيا بيشارك فيها صفوه الصفوه الصفوه. فاذا مصر لما تروح ب5 لاعبين 5 بيلعبوا في فريق سكواد، فمعنى كده ان احنا بنتكلم في ابطال او مصر بتغزو هذا السوق او هذه الرياضه بشكل كبير. اخر لقبين مصر اللي شايلهم طبعا، او الحمل اللقبين طبعا بيج رامي. مين هيشارك معاه في الوزن المفتوح؟ هيشارك معاه 2 لعيبه، هيكون معانا طبعا حسن مصطفى هيشارك. حسن مصطفى دي هتبقى مشاركته الثانيه، المره اللي فاتت شارك وحقق المركز ال13. هيشارك معاه طبعا محمد شعبان، احد ابرز اللاعبين في كمال الاجسام دلوقتي، ومحمد شعبان دي المره الثالثه اللي شارك فيها في مستر اولمبيا. اخر مره خد العاشر، وده رقم يعني متقدم جدا. كان لازم طبعا يكونوا معانا ابطالنا من بره مصر طبعا، من كندا وامريكا، ونرحب بيهم. في البدايه برحب باللي انضم لي دلوقتي عبر تطبيق الزوم، نجمنا ونجم كمال الاجسام محمد شعبان. اهلا بك يا محمد. حبيبي استاذ هيثم، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يديك الصحه. طبعا في البدايه ببارك لك على تاهلك طبعا على مستر اولمبيا للمره الثالثه، وكنت عايز اسالك يعني يمكن انت تاخر تاهلك شويه يا كابتن محمد، ويعني انت لعبت الاول يعني بطوله كاليفورنيا، وبعد كده بتهيألي لعبت بطولة أورلاندو بورتوريكو، صح كلامي مظبوط؟ لا السنة ديت لعبت بس بطولتين اللي هي كاليفورنيا برو اللي هي خدت المركز الثاني، بعدها بأسبوع لعبت بطولة تورنتو برو اللي هي كانت في كندا وخدت المركز الأول، وحسن بقى هو اللي كمل تورنتو لبورتوريكو وأورلاندو. جميل. طيب انت يعني 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 وصولك لمستر اولمبيا يا كابتن محمد للمره الثالثه اكيد يعني حط عليك عبء، انت نفسك تكون افضل، يمكن مشاركتك الاخيره كان العاشر. طبعا هو ده بيمثل ضغوط عليك يا كابتن محمد، ولا يعني انت مستعد للبطوله بشكل جيد في ظل المنافسه الكبيره من عدد كبير من اللاعبين المصريين؟ والله السنه دي طبعا الموضوع مختلف تماما، لان السنه دي هيشارك اكثر من 30 لاعب في الوزن المفتوح، وطبعا زي ما انت عارف كل المنافسين كل الناس عايزه تكون في التوب 10 في مستر اولمبيا او اللي هو الفيرست كول اوت، فالناس اللي موجوده في الفيرست كول اوت او اللي موجوده في التوب 10 عليهم عبء اكتر ان هم يحافظوا على مكانهم وعايزين يتقدموا. فانا بالنسبه لي الموضوع شويه فيه ضغط كبير عليا، لان انا عايز اتقدم، عايز اكون في ال5 الاوائل، وفي نفس الوقت الناس كلها بتشتغل، فانت مطلوب منك تجتهد، خصوصا ان انا عندي اصابه في ظهري، فالموضوع شويه صعب، ولكن الحمد لله يعني بفضل ربنا ودعوات الناس شغالين، والحمد لله بنتطور، وان شاء الله نفرح بلدنا، ان شاء الله نفرح الناس اللي بتساعدنا وبتدعمنا باذن الله ان شاء الله. طب كابتن محمد، يمكن يعني فوز المصريين او وجود المصريين بقوه في مستر اولمبيا اكيد العالم بيتكلم عنه، انت كراجل مصري بتشارك في البطولات في بطولات كبيره، فشايف ازاي العالم بيتكلم عن وجود اللاعبين المصريين يعني بتواجد قوي في بطولات كمال الاجسام على مستوى العالم؟ انا شايف ان احنا عملنا حاجه ما حدش قدر يعملها او قدر يحققها لحد دلوقتي، ان احنا يكون عندنا اساسا 5 مصريين في مستر اولمبيا، ويكون منهم 3 في الوزن المفتوح، فده في حد ذاته شيء ما حدش قدر يعمله النهارده من اي دوله. نعم. فاعتقد ان في ناس مش هيبقى عاجبها، وفي ناس هتبص لنا ببصه مش اللي هو، وفي ناس بتساعدنا وتدعمنا وتحبنا، وفي ناس مش هتحب لنا الموضوع ده. بس انا شايف الموضوع بوضع ان انا عايش في امريكا، ان احنا بقى مسلط علينا الضوء اكتر، بقى اسمنا على طول متردد، المصريين موجودين لنا اسم، معمول لنا حساب، فده شيء بيفرحنا طبعا، اللي يعيشوا الناس اللي عايشه هنا متواجده هنا في امريكا، وخصوصا والدور كأنا عايش هنا في كاليفورنيا، فشايف ده ولامس ده بايدي يعني. طب كابتن، يمكن لعبه كمال اجسام لعبه مكلفه جدا في الغذاء والتدريب وكمان التكنيك، يعني انت بتبقى محتاج مدرب، هو المدرب بيقول لك بشكل او باخر انت محتاج ايه، لا شكل، لا في اداء، يعني تفاصيلها كتير، الناس فاكره تفاصيلها بسيطه، لا دي تفاصيل كبيره جدا جدا. هل انت شايف الدعم اللي بيتقدم للعيبه المصريين كافي الفتره دي بوجود فريق زي كوسكواد؟ والله هو الموضوع اللي كمان اكثر لعبه زي ما انت قلت سايس مكلفه جدا جدا يعني، والموضوع مش سهل او مش زي ما الناس فاهمه، وانت بيبقى معاك مدرب في الجيم ومعاك مدرب نايتريشن، ف التكلفة فوق ما يعني صعب ان حد الرقم صعب ان حد يتصور، ولكن وجود كوسكوات وجود داعم ليه ولو داعم معنوي
فده بحد ذاته بيرفع من معنوياتك، ويخليك يعني بيخليك يعني زي ما احنا بنقول تفوت في الحديد زي ما بقول. فطبعا بيأثر عليك بشكل ايجابي كبير قوي ان يكون موجود حد معاك بيدعمك، مش ولو مش بيمثل لك اللي هو ال 100% من الدعم، ولكن كوجوده جنبك ده في حد ذاته داعم كبير قوي ليك. ووجود ان انت الناس اللي بتدعمك، وجود الاستاذ هيثم لما يستضيفك، ده كله بيخليك تقدر تكمل، بيخليك تقدر تحارب وتدافع عن مكانك وعن بلدك وعن مكانتك في المجتمع. صحيح. طب كابتن، يمكن اكيد انت متابع كل اللعيبه المنافسين على مستوى العالم، شايف مستر اولمبيا السنه دي اقوى من النسخ اللي فاتت، خاصه ان احنا طالعين من كورونا بقى خلاص، يعني كانت السنتين اللي فاتت مأثره كورونا بشكل كبير على المسابقه، شايف المسابقه السنه دي اقوى ولا نفس قوه السنه اللي فاتت؟ لا، دي اول مره في تاريخ مستر اولمبيا اساسا ان احنا مستر اولمبيا يكون فيها 30 لاعب. مستر اولمبيا دايما بيكون فيها 16 ل 17 لاعب، السنه دي فيها اكتر من 30 لاعب، وما شاء الله في ناس لعيبه كتير متطوره ولعيبه كتير بتنافس على اللقب ولعيبه بتحاول انها تكون في افضل حالاتها. فالسنه دي هتكون صعبه جدا ومن افضل السنين اللي هتتم، وفيها مفاجات كتير هتتم. فموضوع السنه دي اللي يحافظ على لقبه واللي يحافظ على وجوده في مستر اولمبيا في مركزه ده هيبقى في حد ذاته انجاز كبير قوي. فعشان كده وجودنا احنا في السنه دي رامي وحسن ومحمد شعبان بس في الوزن المفتوح، خلاف ان عندنا امبابي في الوزن 12 وان شاء الله ورداني وان شاء الله واحمد شكري في الفيزيك، ده بحد ذاته يعني حدث تاريخي ممكن الناس مش مقدراه دلوقتي، ولكن هتقدره بعدين وتعرف قيمته بعدين. اكيد اكيد يا كابتن محمد شعبان ومن الولايات المتحده، بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك كل التوفيق ونسمع عنك كل خير ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله البطوله دي تكون افضل ليك من البطوله السابقه يا كابتن محمد.